أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل سورة دان إلهي نقوة جبئي محيكا ورمسا قف كستو مسلمة إلهي وحولا يتكو قف كستو مسلمة وحولا دي صلاة دادو أصيحي ميسا هدارت فاتحة آخرين وينت فاتحة آخرين أبي بن كعب صحابي اللي ورنجري أيوح النبي يقول كيف تقرأ في الصلاة صاد وأخرضه فقرأ أم القرآن دبتنا فاتحة وأخري دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام حكولي إله نفتيد وقعنتي سكوشرتان كل أرطيه توراد لقم سودك إيا إنجيل إيا الزبور إيا فرقان طونة وحلم إذا فاتحة داسي وقرآن كو مجملة قرآن كو ضوضوبة انت الدنباء القرآن كونما وتفصيل بين علماء ذوي هذا وأعظم وحي أوحاه الله إلى الأنبياء جميعا وحي بي انت سودكتي فاتحة وقوين ترى ها هو يبضى انت إماها لكن وحا لو فهم إياه إنا يتهاي سورة أفضل بضل حق فضلها سادرت معاني ذا القرآن كونما فاتحة ذي كجرتاه وفل بابا انت إلهي كفهم سيو سبحانه وتعالى حديث صحيح بخاري كويا لبا نبي قوحو الله عليه الصلاة والسلام من صحابية أولى رجري أبو سعيد المعلم دبتنا صحابي النبي وحكوه عليه الصلاة والسلام وارمكوا براء أعظم صورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد قرآن كصورة ووين مكوا براء بكوا يريد أن المساجد ككبحين مركوا بحيي أيو إساقوا نشيقين بو صحابي قعان تقبت وحكوا للنبي الله واذق يقب الله قادي إنت إن المساجد ككبحين وحكوه الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم وحنك سيرنا إبا إلهي لهي سبع المثاني تبتنا نبي وحوله سبع المثاني قال إلهي شيري قرآن كويني وفاتح هذا وحو نبي قال نشيق عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة شأني قيد وحلك وبكرئنا نيهين تأسا وحي كانت مركة إنما قعي بضا أي لا تو الإمام القرطبي في تفسيري لبقية طبعاً مقعب سأرورينية وفات هذا الليل هذا أم الكتاب سبع المثاني الرغية الشافية الشفاء الوافية الكافية الأساس الحمد يعني لبقية طبعاً مقعب سأرورينية وإنت بدنا الدلة وكينية حسواروري حديثك عدينا يا شيخي أن أصحاب رضوان الله عليهم يجوا أصفرة أي لكل من بال مال دكان أمر هربي وسهيدين كدبنا قلدي ماي سوريينين من با لغا قنيناي markii ninkii laga qeyno daawo kasta ay kari waayeen ay waxa jiraan rag aan ka seexanay inuu qof wax daawo hayay inuu ku jiro ayaa laga yaabaa weydino saxaabti baa wii maadeena waxa jiraan cid idin ka mido ninka noo daweysa ma jirtaa saxaabi asxaabta kamida baa wuxuu dhahaa aniga daweynayo dawadiisa haye kalsooni uu ku qabo waxyiga ilaahay daraad faatixada ayuu ku akhriyay marka waxa la yiri wuu dhaqaaqay isagu wax uu qaba haba yaratay isin jir marka xoolaysiiyeen soddon neef oo ari ah waxay yiriin ma taabanayna ilaa annabiga u geyno ilaa ma naqaan waxa kan inay xalaal yihiin inay xalaal yihiin ma kala garanayno marka annabigii u geeyay u sheegeen arrintii qisadii wuxuu yiri wamaa adraaka annaha ruqya oo yaa kuu sheegay inay daawo tahay suuradatan ibnu qayyim raximahullah oo aad u sharxa suuradan waxa uu leeyahay shaafiya في أمراض القلوب والأبدان شركة هي قلبي قبا إلهي واكو عافنا دي إلهي فاتح هذا وحيو الدورتين نقطة أم الكتاب أما فاتحة الكتاب كتاب قرآن كاه إنه بلو قمو النقطة إلهي الدورت وحاو قرآن كوور رماء ورنا فاتحة سدة قفك فاتح هذا قرت إلهي كتاب كيسي وو قرت رسالة دينا وو فهمي وحي إلهي ودن لها نو قرت ستا سيقول عذاب إلهينا يدور مالك استأخر يكوع العلي كوع العلي سأذني غورك يجو فهمت نك فاتح هذا قرن ويانا وورموك وأحبدا كما أوجا وحي رب فري أعظم صورة في كتاب الله وفاتحة
ما قرناي مركا أعظم صورة وحي كور رميس هدينو أعظم صورة فهم كري وينو دي ملا أنت كلنا حوق فهم مين ابن عباس باوح لي هاي بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المام يا سوء جبريل فرد أيو جبريل سنقر مغلي دبت روحه الواب الباب كمدة عرق الله فري ولقي هر الله ما فري ما أنت قدر الله فري ملك باك سود دقي بيولي ولقي أن هر دول كويمان إذا فاتح هذا مركي دول كويمان يسي وفد جارة ودتي جبريل أقول موسى قادني وحكاني ملك عن دول كبه هر ويمانين دبت أنا أبشر بنورين أوتيتهما بيري لبن نور اللغسيك بشاريسو لم يؤتهما نبي قبلك أديك هرتا النبي كمد عن لصيمين لبن نور النبي محمد وقول للسيي أنا بيدي هره لرمحي هذا ما فاتح حدث سيدا حادثة النبي قوت المامتي إلهينا سيدا أمام موصي ملقا قارك أي وفتك قار السيدين أسماء ترضى بدن له وحيجي أقوينا تاريخ ذا النبي لماذا بقى أنت النبي أون إلهي صدر أي وحيجي أقوينا إلا صدر حوك والرمية حوك والرمية فاتح ذا إلهي نقود دورتين النقطة وصيلة المناجاة قابك إنه إلهي ورح حديد إنه صورة طري معاني ده قرآن كردن بيسيد ده ساو قد بي علمات واحد هذا الدين توسوشي دي فروع ده ده بوح كمي ده يسيد ده عقيدة كور رميسة وعبادة كور رميسة والتشريع بكور رميسة والإيمان بالبعث بكور رميسة وصفات الله الحسنى بكور رميسة وإلهي عبادة لغقارية لأي استعانة كور رميسة وإلهي إن لبريا بكور رميسة وهنونك إن ربي اللي ويدستا بكور رميسة وطريق الصحابة كور رميسة وطرق باطل كابة كور رميسة وحقفك من الشي سوبا هنا يوردن سورة ير 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 إقابا بكور رميسة وحي كور رميان إلهي وينيديس سبحانه وتعالى إذا نصف الصورة وحي شيغي ساقفك مسلم كأنه ربي وينيه وحن ربي إنو شيغي مكا إنو كنداهنا الحمد لله رب العالمين إنو إنو جواب يورانا يا حمدني عبدي حمدني عبدي أدون كيجي باي مهديين ربي لي سبحانه وتعالى أدون كيجي باي أماني حمدني عبدي الرحمن الرحيم مكا تلاهدني إلهي كو جواب يولي أثنى علي عبدي أدون كيجي باي أماني وصفات كيجي وشيغي مركا تلا هذا مالك يوم الدين ربي وحقورني مجدني عبدي وحي ويني أدون كيجي باي ويني بان ربي قورني سبحانه وتعالى انت مركا أدغرتد إلهي سبحانه وتعالى إسنا وكو جواب يا وحقولي هاي أدون كيجي واي أماني وإن مهدنقي وإن ويني مركا دوارها كو حد ليسو إن دي لهي اللي حد ليسو مرو ميسانت مسادقو سوغة شوغة بدخريس أدقو مقام بدخريس أدقو أنو قيم بوحد شيقي سبا دخريس مسوحة الرميسانت إن دي لهي أمان يسو الله حد ليسو والربنا كل حد ليو إلهي باترتاق أنت واد أمان يسو إسنا وكو جواب يا سبحانه وتعالى ويساو قيد بار ربي وحل أي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أي قسمت الفاتحة من أسمائها الصلاة بيعلم ضيد هذا صلاة دانو قيبيانك يا أدو كيغة ومركو ورحن إلى هضبا إلهي سبحانه وتعالى ساسو جوابي أبو عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب كيري يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قرآنك أضحيصه يا إلهي كتابك سكمدة آية دوغو ورم قررس أبو كيري الله ورسوله أعلم بك جواب إلهي الرسول بقرن يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم وكل يا نبي عليه الصلاة والسلام سؤال شيء هذا وبيه كحشون يا نبي محمد رتي سينو علم الشاكته فتحدي اللي نقول يريد مسلم ورد مها أخريان إلا فريقف كستين وكنت كدو نسكيد وحك ورمي يا إلهي أمانتي إيا شيك شيك جيس
iyo dikrigii. Haddaad maalin kasta intaad ilaahay soor taagto 17 jeer aad akhrinayso, barnaamijkaaga nololeed inteebay ku jirtaa ilaahay weynidiisu, in ilaahay la weyneeyaa inteebay ku jirtaa.